احسن لعيبه افارقه ممكن يبقى بادو الزاكي في حراسه المرمى، لان بادو الزاكي المغربي طبعا، والدفاع يبقى كان بيك من الكاميرون، وابراهيم يوسف من مصر، نور الدين نايبت المغرب، وتاريبو وست نيجيريا. وسط الملعب هقول هنري كامارا من السنغال، تيوفيل ابيجا لان كان من الناس الواحد برضو ابتدى يحب الكره على ايديهم، ابيجا لما ابتدى في الكاميرون في 84 وقبلها في 82 كمان، اوكوشا طبعا نيجيريا. لو هقول ثلاثه قدام بقى يبقى روجي ميلا الكاميرون، رشيد ياكيني نيجيريا، وناخد معاهم بقى محمود الخطيب من مصر. انا ما لعبش كاس عالم ولا حاجه، لو عايزين كاس عالم يبقى خليها حسام حسن. يعني جورج واي ودروجبا وايتو انا بحبهم، بس ما يعرفش ان الواحد مسيطر عليه القدام شويه يمكن اكتر، بس لو هاخد واحد بالثلاثه دول هاخد دروجبا.